محطة ثقافية تاريخية جديدة، متحف تاريخ بيروت في وسط العاصمة بهبة من الكويت، أطلقه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مؤكدا أن المحافظة على الهوية قاعدة لبناء المستقبل. بهبة كريمة من صندوق التنمية الكويتي، من الكويت يعني من سمو الأمير بدكم تشكر لنا إياه، يعني كثير الشكر لأنه هو دائما حريص على لبنان وعلى تاريخ لبنان وعلى مستقبل لبنان. بالوقت يلي عم نبني مدينة حديثة وواجهة بحرية مهتمين بالمحافظة على تراثنا، لأنه المحافظة على الهوية والتاريخ هو قاعدة متينة لبناء المستقبل. مبروك لبيروت متحفها التاريخي، شكرا للكويت، شكرا لوزارة الثقافة مع الوزير غطاس خوري، وشكرا لكل يلي اشتغلوا وساهموا بهالمشروع، خصوصا للرئيس فؤاد السنيورة يلي اشتغل على التمويل من صندوق الكويتي. ما فينا ننسى دولة الرئيس فؤاد السنيورة يعني. وزير الثقافة غطاس خوري قال إن من يحفظ تاريخه يعرف كيف يؤسس للمستقبل. ليس فقط المتحف هو المعني بالأمر، لكن كل المنطقة سوف يتم تطوير كل المنطقة بالاتفاق مع شركة سوليدير، وسوف تصبح هذه المنطقة من ساحة الشهداء إلى التل الأثري كلها إن شاء الله قبلة للسواح. سفير الكويت عبد العال القناعي أشار إلى أن هبة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هي لهدف نبيل لكي تكون بيروت قبلة للسياحة. تأتي مشاركتنا اليوم في هذه الاحتفالية الجامعة بوضع حجر الأساس لمتحف تاريخ بيروت في عهدكم يا دولة الرئيس، إيماناً من دولة الكويت بما يستلزمه الإرث الحضاري من احتفاء بالموروث الإنساني وتقديره. وتحدث رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. كونك رئيس تيار المستقبل ورئيس المستقبل، كل الناس مفكرة ما بتشتغل إلا للمستقبل ولمستقبل بيروت بالذات. هيدي فرصة للناس تعرف أنه حضرتك مهتم كمان بالماضي وبالتاريخ. أعمال بناء متحف تاريخ بيروت تبدأ السنة المقبلة.